بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح لكم في الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم منظر طبيعي للريف المصري. زي ما انتم شايفين بفرشة انجلو اهو، بنعمل السماء الاول بلون ازرق محطوط عليه لون ابيض، وبنعمل ونفتح اللون الازرق من تحت يبقى غامق من فوق، وبنعمل عملية تسييح. خلصنا السماء اهو، نعمل التسييح اهو، الفرشة اللي معايا دي فرشة انجلو. نعم، بنعمل السحاب، بندق السحاب بفرشة خشنة اهو، بندق السحاب بلاستيك نص لامع، وبنعمل تدرج لوني من تقيل لخفيف، يدينا شكل السحاب بشكل واقعي. وبنزود في القمم باللون الأبيض البلاستيك النص لامع، وبنعمل تسييح عشان السحابة تندمج في السماء. بعد ما خلصنا السحاب اهو، بنعمل من بعيد في شكل الجامع وشجر النخيل، بنعمله بشكل بفرشة صغيرة رفيعة حجم صغير لانه على بعد كبير. بعد كده بنعمل الشاطئ اهو، شاطئ البحر. وبعد كده بالفرشة كبيرة بندهن باللون الأسود أرضية للنجيلة. قبل ما نعمل النجيلة بندهن الأرضية باللون الأسود. وبندهن الجهة اللي على اليمين، وبندهن الجهة اللي على الشمال، دي أرضية للنجيلة. بعد كده هندق النجيلة. بندهن اهو باللون الاسود بلاستيك نصف لامع سايبس 2000. بعد ما دهنا بنيجي بفرشة منكوشة وبندق النجيل. الفرشة نصها عليها اصفر والنص التاني اخضر، وبنعمل الميلان بتاع النجيلة، وبنسيب فراغات للون الأسمر يدينا عمق. زي ما عملنا على اليمين هنعمل على الشمال. اهوت بالفرشة المنكوشة اهي، زي ما قلنا نصها اخضر والنص التاني اصفر. بنيجي على الاطراف اهو، بنعمل ميلان النجيلة على شاطئ البحر.
بعد ما خلصنا النجيلة اهوت زي ما انتوا شايفين، هنيجي باللون الأزرق ضايفين عليه لون أبيض، وهنعمل البحر، بنحدد اهوت شاطئ البحر، وبعد كده بلون أبيض على أزرق بنعمل البحر، وبنعمل ولازم نبين الخطوط اللي في البحر. خطوط زي أمواج. بعد كده بقى بالفرشة الرفيعة هنعمل البيوت، البيت المصري، بيوت الريف المصري بلون بني ولون أصفر جملي، وبنعمل الأماكن المظلمة باللون البني والأماكن الفاتحة باللون الأصفر الجملي، ونفتح الأماكن اللي عليها إضاءة، وبنرسم البيوت من كبير لصغير، بنصغر في البيوت كل ما نوصل لخط الأفق. خط الأفق في المنظر الطبيعي كل حاجة بتوصل لخط الأفق بتبقى صغيرة، لما نبعد والحاجة المواجهة لينا بتبقى كبيرة. خلصنا البيوت اهي بفرشة رفيعة انجلو برضك وبلون اسود، بنلون الشبابيك والبيبان بتاعت البيوت. بعد ما خلصنا البيوت هنعمل النخيل، النخيل اللي عند الأفق برضك صغير، كل ما نقرب بنكبر النخيل. النخلة اللي مواجهة لينا دي كبيرة لأنها قريبة. على الشاطئ اللي على الشمال برضك بنرسم نخيل. بنعمل تفتيح الأماكن اللي عليها إضاءة باللون الأصفر الجملي اهو، بنعمل عملية تفتيح، وبعد كده بنعمل جريد النخل. خلصنا، بنخلص جريد النخل اهوت، نعمل فروع، بنصغر عشان ده عند خط الأفق، النخل كبير بنعمل جريد كبير.
اللي معايا دي فرشة رفيعة وبلون أخضر، محطوط عليه نقطة سمراء. وبنعمل جريد النخيل زي ما انتو شايفين، ده منظر طبيعي للريف المصري. بعد ما خلصنا النخيل بنعمل انعكاس النخيل في البحر اهو بلون اسود وبخطوط مزجزجة اهوت، يدينا انعكاس شكل النخيل في البحر. بلون ابيض بقى بنرسم خطوط الامواج على الشاطئ، خطوط خطوط الامواج. وبكده ينتهي درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.